حصري سيارة جديدة من هونداي وصلت للسعودية وقريب بتم الإعلان عنها. اسم السيارة جراند آي 10 وهذا الجيل الثالث منها موديل 2022. سيارة مدينة صغيرة واقتصادية وهذا شكلها من الجنب. وهذه واجهة السيارة. محركها 4 سلندر 1200 سي سي تقريبا 83 حصان والعزم 118 نيوتن متر. الجير اوتوماتيك اتوقع 4 سرعات وهذا اقتصاد الوقود. وهذه داخلية السيارة وفيها تفاصيل حلوة. وهذه شعتها من الخلف. في حساسات خلفية وتطعيمات كروما في الخلف. الكفرات مقاسها 14. اكيد هذه الفئة الاقل مقابضها باللون الاسد والمرايات سوداء. الاشارة على الرفارف. اعطونا رايكم فيها مبدئياً.